وامرأته فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لا تصل
بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب. قالت يا ويلتى إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذهب عن إبراهيم الروع وجيء أتوه البشرى يجادلنا في قوم لوط. حليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن إنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاء
جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاء عصيب
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك يصلوا إليك فأسر بأهلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ولا يلتفت منكم أحد إلا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن إليك فأسر بأهلك بقطع
امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا أمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير أخاهم شعيبا
الله العظيم. إلى مدي أنا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم بالقسط ولا تبخسوا الناس.
شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ورزقني من رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح. عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا
حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. قدرتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة على مسامي حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد الصقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف الحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة دلينجان محافظة البحيرة. اما بذلك عن احدث مكبرة الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت ادارة واشراف الحاج حلم الصافي واولاده المقيمين بجبارس بحري التابعة لمركز ومدينة ايتي البارو. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده